فلهذا في المدة الأخيرة أخذنا قرار وقلنا ما لم تتوفر شروط الأمن في فرنسا وما لم تتوفر شروط الكرامة بالنسبة للعمال انتعنا في فرنسا ما بقاش الجزائر يروح يخدم فرنسا إن شاء الله ناكلوا التراب نتاع الأرض هذه إن شاء الله ناكلوا التراب نتاع الأرض هذه إن شاء الله نعيشوا بالتراب نتاع الأرض هذه أبناء البلاد نفتخر بديمقراطية الجامعات بناء الجامعات والمدارس والمعاهد في كل جهات نتاع البلاد نفتخر بديمقراطية الطب المجاني نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة في هذا البلاد لا سيدة في هذا البلاد وأن الشعب هو السيد. كسر البريزان والفتير امبوسيبل جيت نشكيلك همومي يا محمد بخروبة انت الجزائر انت رمز العروبة جيت نحكيلك همومي باسكو ما عندي والي قصوا الخيوط لا حياة لمن تنادي الشعب وقاره حياه بالمليونير وملي رحتي اضححنا نصها مليونير نكتب بالدم باسكو السيستام مريض بالسيدة الخيرة ومات والاسبوار سويسيدة احنا خلنا العهد خلنا زبانا وقتلنا الجوع عدنا ناكلوا في بعضنا جوامع والجامعات ميلو زينا جامي سجات والشهرية جامي جات عقبنا عوام كانت الرصانة صوتي مهابل وجينيرو لعبوا بينا كول اوف ديوتي جابوا بوضياف قتلوا اون ديراكت وزرعوا الخوف به يحطوا الشعب راك مال الجن ولا مديبريسي مالاد مونطال كل الشاد لي من جهنم يبعت لنا كارت بوستال بوتاف مريض ودي مدة ما بانا راني خايف كون يموت ياكلونا الطالبانا جوج وما جوج والفرحة تنسانا ويبلعونا اللي عندهم الحصانة الثورة سترنا العورة لقينا الفيتر لورا كلها عايشة في الرعب من بشر للمرسي والجزائري يموت واقف وخلى لهم الكرسي كرشي كرشي كلها تسرق وترشي ما مخليدة تفتي احشي الأولادنا احشي نهار فوق المنبر ونهار في الميني بار دوكا مافيا بالكبار ما بقانا غير الكبار صرفوا الوقود كثروا الوعود خرجوا الورود والجزائري كلها هدود يا من الحدود للحدود الميزود في بلاد جدود يا بو مدين كلها تفستي واللي جان تموت وترسكي شعبه ويشكي وهما يخلطوا ما زمزم بالويسكي مش البترول يدو هي غيد تغيد الحشوة وفي لافان ربي واحد عزرائيل ما يديش الرشوة اليهود حبينا فضوها دقير دمومات وعياط شكون يخلفك لا سلال لا بالعياط يا بو مدين احنا يا رجال ديال الامه حابين نبني ونوليو قمه شكون ينحي علينا الغمه شكون يطفي علينا الظلمه شكون يصونه ديال الكلمه تحيا الجزائر لا اله الا الله محمد رسول الله
نعتقد أن الطاقات الثورية موجودة في هذا البلد، أن المناضلين موجودين في هذا البلد. إذا كان الهياكل لا تزال ضعيفة ونحن بالدرجة الأولى المسؤولين عن هذا، فلا يمكن أن نقول بأن الجزائر ما بقاوش فيها مناضلين. فلا يمكن أن نقول بأن الجزائر ما بقاوش فيها مناضلين. Aller de l'avant et ce n'est qu'une question de temps. اني عيا ناس حايبي وماشي ونخي بليسور قداهن واحد يعرف فيك وسي بليسور فوق لا مزور نعطيك حياتي فرانشمون لا جرحك فيهاك مي كوبل يديرهم فرانشمون عندي لي بيل ستيلو ستيلي سيل وشام شوري سيل انا دموعي دي ميسيل فيو شكيت الورقه والورقه شكاتلي وجبت عوام انا نحكي وش حكاتلي وش